اهلا وسهلا بيكم، انا عبد الرحمن من ايجيبرنور، وانا سعيد جدا ان انا اكون بقدم لكم النهارده ايجيبرنور كوميونيتي. يمكن اللي حضروا معانا السبيد نتوركينج ايفنت الاخير واللي قبل كده كان في اقتراحات كبيره ان احنا يكون عندنا اونلاين نتوركينج بلاتفورم عن طريق ان احنا نكمل التواصل بتاعنا في السبيد نتوركينج ايفنتس اونلاين. ف يعني قدرنا ان احنا ننفذ دون بشكل community.egypreneur.eg اللي هيكون متاح بالنسبه لنا از ان اونلاين نتوركينج بلاتفورم للممبرز والجاستس اللي بيحضروا الايفنتس عندنا. يعني طبعا الثريد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بيتيح ان كل حد يقدر ان هو ينتروديوس themselves، يعني يعرف نفسه بنفس الشكل اللي احنا استخدمناه في السبيد نتوركينج ايفنت. يمكن عندنا خطط مستقبليه ان احنا نقسم الفورم لكاتيجوريز مختلفه وجروبس مختلفه، لكن هنكتفي في المرحله الحاليه بالثريد ده علشان كل واحد يبدا ان هو يعرف نفسه ويعمل بروفايل بيكتشر، ونقدر ان احنا يعني نعمل جروبس للممبرز والجاستس وهكذا. بعد كده هنبدا ان احنا نقسم الكاتيجوريز والجروبس. فيعني نتمنى ان انت تستمتع وقتك في ايجيبرنور كوميونيتي، وتقدر ان انت تبدا تعدل البروفايل بتاعك وتعمل بوستس زي بيرسونال انتدكشن في الثريد اللي موجود دلوقتي. شكرا ليكم، ونتمنى ان احنا كلنا نستمتع بالاكسبيرينس بتاعتنا في ايجيبرنور كوميونيتي.